السلام عليكم الحبيبات ديالي، كنتمنى نتوما تشوفوا هذا الفيديو تكونوا بصحة جيدة يا ربي، وتكونوا بأحسن الأحوال. ونبداو هذا الفيديو هذا بالصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب خاتم الأنبياء. ما تنسونيش الحبيبات ديالي، لا أول مرة غادي تشوفوا هذه القناة، تبركوا على زر الاشتراك، ابوني سبسكرايب وتضغطوا على الجرس. ولا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش ماشي مشكل ديروا ديسلايك. الحبيبات ديالي وصيتوني على وصفة اللي كترطب الشعر، فانا اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفه هذه اللي هي غزاله وكتقوي الشعر كما في الصوره. ها انت يا حبيبه ديالي، ها انت الحبيبه ديالي، ها بهاد الوصفه هذه قولي بسلامه للتشويك ديال الشعر، بسلامه للنشوفيه ديال الشعر. بهاد الوصفه هذه المكونات كلها طبيعيه موجوده عندنا في البيت، غير مكلفه وغنيه عن التعريف. مكونات اللي كلهم دايرين هنا غنيين عن التعريف، وان شاء الله غادي يرطبوا لك شعرك، وداك الشعر المشوك الشعر الناشف غادي يتغذى بهاد الوصفه هذه وغادي يولي طيطب باذن الله. هاني البنات، جيت لكم بوصفه غزاله بزاف، وصفه كترطب الشعر المتضرر، الشعر اللي مشوك، الشعر اللي مادي بزاف بالصبغات، والشعر اللي مادي بزاف بالنسبه للبنات اللي كيديروا ليه السشوار، بالنسبه للبنات اللي كيصيبوا الشعر ديالهم كيديروا ليهم البلاك. الشعر اللي مشوك غير هكاك من عند الله تيكون مشوك، وصفه غزاله بزاف غادي تشكروني عليها. وصفه طبيعيه ومغذيه للشعر، وكتخليه لين وكتخليه ساهل في الملمس، وكتخليه ساهل حتى لو بغينا نديرو ليه الشمشيطه. مكونات بسيطه ولكن بصراحه كتغذي لنا الشعر. يلا على بركه الله ما نطولش عليكم الفيديو. اول شيء غادي ناخذ البنات، ناخذ جوج معالق ديال المايونيز. ها البنات جوج معالق ديال المايونيز، هذا القياس انا هذا غنعطي لكم نتوما طبيعه الحال كثافه الطول ديال كل شعر. سمعتوني يا البنات، البنات معلقه ديال الكوك انا تقاد ليا، نتوما ضروري هذه الوصفه ضروري ديروا ليها معلقه كبيره ديال الكوك. انا هنايا عندي زيت الزيتون، زيت الزيتون البنات هذه انا اللي كنستعمل مرقدها في الثومه، يعني بغيت نضرب عصفورين بحجره نفس الوقت، نطول الشعر وفي نفس الوقت تنطيبه. ها هي البنات، هنا درت قياس ديال 3 المعالق كبار، وبطبيعه الحال القياس كيبقى على حسب الطول ديال كل شعر. البنات هاد الوصفه كما قلت لكم غادي نديرها دابا ان شاء الله للشعر ديال بنتي. بسم الله، هناخد صفر ديال البيضه، حبذا لو عندكم بيضه بلديه، ها غير الصفر ديالها غني بالبروتين والدهون. اهم شيء البنات الشعر ماشي ضروري يكون زعما نقي، ماشي ضروري يكون نقي، خاصو يكون موسخ. ها قبل ما نغسلو نديرو هاد الخلطه هادي للشعر ديالنا بواحد ساعتين على الاقل. بسم الله توكلنا على الله، غنخلط بشويه نقايب شويه بشويه معاها حتى يتخلط ليا كلشي ويتجانس مع بعضياته. ها نتوما البنات كيزيد يتقال، شوفوا شفتوا الخطوره ديالها. غادي نضيف لهاد المكون بطبيعه الحال هنايا غادي ندير واحد الكبسوله ديال فيتامين او اولا الزيت اولا اللي عندكم. هنا غادي ناخذ واحد جوج كبسولات، بسم الله ها هما، نجيب المقص باش نقطعهم. فيتامين او البنات غني عن التعريف، غني عن التعريف، كيرطب الشعر كيطول الشعر كيقوي الزغبه ما تيخليهاش تقطع بسهوله. انا حيت الشعر ديال بنتي ما طويلش ما قصرش يعني مويه، فغادي ندير ليها جوج كبسولات باذن الله. بسم الله عطوني واحده اخرى، بزاف البنات طلبوا مني وصفات هكا لتغذيه الشعر وتنعيمه. هنا البنات تحت الامر ديالكم، ها انتما غزاله البنات، غزاله غزاله زوينه بزاف، شوفوا خطوريه، نضربها مزيان حتى تخلط كلشي المكونات مع بعضياتها، ومن بعد نديرها على الشعر خصله بخصله طبيعه الحال، ونلوي الشعر. ملي نكمل نلوي الشعر بواحد السلوفان ونخليها واحد ساعتين ثلاثه السوايع، ومن بعد نغسل الشعر ديالي عادي وندير ليه من بعد باتشا. وصفه غزاله كترطب الاطراف ديال الشعر. وملي نغسلو الشعر ديالنا البنات نغسلوه عادي، من بعد ناخذ شي شويه ديال زيت الكوك وندهنوا الاطراف، فقط الاطراف ماشي ما ندهنوش الفوق لان غادي تزيد لينا، غير الاطراف ديال الشعر ونديروا ليه باشا.
وصفه غزاله البنات صدقوني. انا غادي نديرها دابا للشعر ديال بنتي ان شاء الله من داكشي، يعني احسن الوصفات هي هذه البنات، كلها غنيه بالزيوت، كلها غنيه بالبروتين وبالدهون اللي مزيانه للشعر، وخصوصا الشعر اللي ناشف الشعر اللي متقرض. هذه هي الوصفه اللي طلق ليها البنات. ها نتوما، ها جوج المعالق كبار ديال المايونيز، ثلاثه المعالق ديال زيت الزيتون، انا داك زيت الزيتون راني مرقداه في الثومه. ها نتوما البنات الخطوريه غزاله بزاف صدقوني، غير جربوها ليكم ولوليداتكم. كما قلت لكم انا هذه الوصفه هذه ما تخطانيش ما تخطانيش، وصفه غزاله وسهله وماشي مكلفه، يعني نديروها لينا. وقول هانتي يا حبيبه ديالي، شوفي هاني درت الشعر بنتي، ها هو خاصو ضروري يكون شارب، شتي كي داير يخلي الشعر اصلا كيلمع. انتما البنات هاني هاني درتو ليها، كملتو دابا درتو لها شعرها كله. وهم حاجه نسيت ما قلتها لكم، راه خاص يكون الشعر شارب، داكشي علاش قبيله قلت لكم ضروري ان ديروا الخلطه على حسب طول الكثافه الشعر ديالكم. ها انتما البنات، ها انتما خوتي، ها هي الوصفه درتها على شعر بنتي، ها هي قدامكم. غنخليها ليها هنايا واحد جوج ديال السوايع ان شاء الله يا ربي، ومن بعد نغسلوا ليها وندير ليها باتشا، ومن بعد غادي ندهنوا لها بشويه ديال الزيت اللي قلت لكم ديال الكوك. صافي هادشي اللي كندير، غادي يولي غزال ورطب بحال اللي في الصوره ان شاء الله. ما تنساونيش في الدعاء، اختكم مريضه فما تنساونيش في الدعاء ديالكم. نتوما اللي ما عندوش السلوفان يدير غير ميكا، هاني درت لهنا غير ميكا، وبطبيعه الحال راني ما مزيراها ما والو، مخلياها منفصه مخليها زعما مهويه وصافي. غادي نخليها لها كما قلت لكم ساعتين ان شاء الله يا ربي، ونغسل ليها الشعر ديالها عادي كما مولفه بشامبوان ديالها. ومن بعد ملي نغسلوا ليها ان شاء الله نمسحوا لها مزيان بالفوطه، وغادي ندهن لها الاطراف فقط غير الاطراف بهذاك الزيت ديال الكوك اللي وريتكم. ضروري يا البنات زيت الكوك دهنوه بالشعر ديالكم في الاطراف قبل ما ديروا باتشا، راه تيخلي الشعر روعه، كيخلي الشعر فريمون كيتغذى مزيان وتيرطب، ما تيبقاوش هذوك لي بوان طالعين وداك الشعر مشوك في الجناب. غير جربوها باذن الله وغادي تشكروني. والبنات الا جربتوا هذه الوصفه هذه ما تنساوش تخليوها لي في التعليق، هكا عطوني الاراء ديالكم. ها انت يا حبيبه ديالي، ها انت يا الحبيبات ديالي، ها بعد الوصفه هذه قولي بسلامه للتشويك ديال الشعر، بسلامه للنشوفيه ديال الشعر. بعد الوصفه هذه المكونات كلها طبيعيه موجوده عندنا في البيت، غير مكلفه وغنيه عن التعريف، مكونات اللي كلهم دايرين هنا غنيين عن التعريف، وان شاء الله غادي يرطبوا لك شعرك، وداك الشعر المشوك الشعر الناشف غادي يتغذى بهذه الوصفه هذه، وغادي يولي طيطب باذن الله. غير زعموا عليها البنات، زعموا عليها، راها غنيه غنيه بالدهون، غنيه بالبروتين للشعر، وخصوصا كما قلت لكم في الاول الفيديو الشعر اللي ناشف واللي متضرر، والله الا زوينه البنات. المهم البنات كنتمنى اللي تجربها ما تنساونيش في الدعاء، والى فيديو قادم باذن الله.